السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا معنا دائما في فقرة فيسبوكيات على قناة المهاجر فانتكات. أسئلة يطرحها المستمع أو يطرحها المشاهد ونجيب عليها هنا. السؤال الأول يقول: السلام عليكم الإخوان، بغيت نسولكم على التجمع العائلي إسبانيا. أنا لقيت واحد البنت هي بغات تطلع عن إسبانيا، ولكن الفرق فارق السن كبير 11 سنة. ما عندك حتى مشكل فارق السن، تقدر تطلعك، الدنيا هانية، ماشي مشكل. فارق السن هذا بينك معها ماشي مشكل، ماشي حاجة بزاف. سؤال آخر يقول: عندي 4 شهور في إسبانيا ومازال ما عنديش شهادة السكنة، مالين دار تسلفوا الفلوس باش نشري شهادة السكنة ومازال ما لقيتش نشريها. بالنسبة لك انت، درنا فيديو على هذه القضية ديالك وديال شهادة السكنة، درنا عليها فيديو راه في القناة كاين. السؤال الثالث يقول: ما كاين مشكل، ندي معايا 5000 يورو للمغرب، ما عنديش يحسبوني. يقول: ما عندي مشكل، ندي معايا 5000 يورو يحبسوني في المطار ولا شي حاجة، وإذا دخلتها ما غاديش نلقى مشكل في الصرف. 5000 يورو ما تلقى حتى مشكل، ما كاين اللي غادي يهضر معك على 5000 يورو، كون يقين ديها ما تخاف والو. شكون يبغي ياخذني في الطوموبيل يخبيني نحرق اوروبا ويبقى يسهل الفلوس؟ كل عام نعطيه 20 مليون تتكمل ليه 20 مليون. الجواب هذا سؤال خطير. هذا ندوزو للسؤال الرابع. دابا خذوني على قد عقلي، ياك سبتهم ليليا دخلت ندير اللجوء. السؤال يقول: خذوني على قد عقلي، الا دخلت سبتهم ليليا واش نقدر نطلب اللجوء تما ويدخلوني لاسبانيا؟ ما تضحكوش عليا. لا، سؤال ما كيضحكش. الا قدرتي تدخلي لسبته ومليليا ماشي مشكل، تقدري ديري اللجوء ديالك. من بعد ديري اللجوء اللي هو اصيل، هذاك لجوء انساني، ماشي شي حاجه يعني ماشي كرتا خطوره عليك، سواء بينك مع المغرب ولا انه لجوء جد عادي. قدرتي تدخلي وديري اللجوء، ما كاين حتى مشكل. اللجوء هذاك الهدف منه فقط انك غادي تقطعي به من سبته ولا من مليليا لاسبانيا لابينيشون.